هل البلد هلا اذا تركته انا لمين اتركه؟ هون اهلي وناسي وعالمي وخلقي، هاي البلد لنا وهي ارضنا وهون ربينا وقت ما كنا صغار لحد الان، كيف بدي اتركه؟ وين بدي اروح؟ هون بيتي واهلي وناسي وعالمي وخلقي، ما فيني اترك البلد هاي. هالبلد لنا ونحن لنا. طيب شلون الاوضاع هسه؟ الاوضاع صعبه كثير كثير، بس مع ذلك نحن رح نضل هون. لو فتح طريق ما رح نطلع. رح نضل هون بقيانين بحلب، أرضنا الحبيبة هي. مدينة حلب بالنسبة لنا هي أرضنا، ونحن ما بنطلع منها نهائيا حتى الموت إن شاء الله، وهذه الأرض مستمسكون بها وهي أرضنا ما بنطلع منها، ولأوضاع إنسانية يجب أن نساعد الناس الباقون هنا. وموضوع قضية ثورة، ثورتنا ما بنتنازل عنها، يعني نترك الأرض ونمشي، لا، الأمر هذا مستحيل حتى الموت. مأمنين بالقضية اللي طلعنا فيها من البدايات، الثورة السورية يعني، وإذا طلعت برات حلب كأنه تخليت عن الثورة، ونحن نعرف إنه كان بده يصير قصف كتير وبده يرجع يحاول النظام يحاصر حلب، وهي الأمور كلها بنعرفها ورضيانين، وأملنا كبير وإن شاء الله مستمرين لحتى تنتصر الثورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن هون كعناصر دفاع مدني، أقل شيء واجب نحن عم نقوم فيه، وهذا عملنا واجبنا تجاه أقل شيء مقدمه لشعبنا الصامد المتحاصر اللي عم بياكل قصف ليلا مع نهار. أقل شيء نحن إذا نترك البلد لمين بدنا نتركه؟ لا ضميرنا ولا وجداننا ولا إنسانيتنا تسمح لنا نترك هذا البلد ونطلع، أو نفكر إنه نطلع ونترك أهلنا اللي هون المحاصرين اللي عم بنقصفوا ليلا ونهارا. نعمل إن شاء الله هون في إنقاذ المدنيين رغم القصف والحصار اللي جرى علينا، وإن شاء الله نحن باقين حتى آخر نقطة دم في جسمنا لحتى نسعف هالمصابين اللي عم بصيروا، وعم بصير قصف عشوائي وقصف يعني شديد جدا. نحن جرى علينا العب بجرى علينا هذا ما جرى نهائيا من 4 سنوات لحد الآن، وقصف يعني في النابل وفي الفوسفور، والطيران الروسي ما عم بغادر الأجواء ولا السوري، ونحن بنسأل الله الثبات إن شاء الله، وإن شاء الله باقون هنا حتى آخر نقطة دم في جسمنا. يا أخي ما بنقدر نغادر، نحن طالما في هون نحن باقون حتى النصر، وبعدها يوجد في مسلمين هون، ما هو معقولة إنه نترك نحن ونعيف المسلمين تتقتل وتتصوب هون، ما بصير ندير ظهرنا لأي مسلم، إن شاء الله نحن جاهزين. بعد فك الحصار الأول مرة على مدينة حلب اشتد القصف بالطيران الحربي والمروحي على مدينة حلب، وفي نقص شديد بعد ما فك الحصار، في ناس طلعت وصار نقص شديد في الكوادر الطبية في مدينة حلب من أطباء وممرضين وعاملين في المشافي، فتم نضعف في أحد في كافة المشافي، ولم صار حالات إصابات شديدة وضغط شديد على المشافي، فما حدا من موجودين يعني طاعوا نفسه أنه يترك ويطلع بسبب القصف، ونحن مهمتنا إنسانية، فمن ناحيتنا أنه ما بنحسن نترك ونطلع، فلمنا نترك هالمشافي هالمصابين والجرحى، ومن ناحية شخصية أنه هذا البلد بلدنا، فما بنحسن نطلع ونتركه لغيرنا أو لهذا الظالم بشار الأسد، وبيوتنا هون موجودة أساسا، وين ما ذهبنا هناك قصف في جميع أنحاء سوريا في المناطق المحررة، فمكتوب ما منه مهروب.